19 بكم ومرحبا بكل مشاهدينا على القناة الوطنية الثانية في حصة جديدة من انتي وزهرك، الحصة المباشرة الوحيدة اللي تنجم تربحكم فلوس، تنجم تربحك مبلغ قيمته 500 دينار يوميا على القناة الوطنية الثانية. يكفي انك تكون بحذاني، يكفي انك تشارك معنا، يكفي انك تتواجد قريب لفريق البرنامج، تجيب حذانا تختار سؤال والسؤال ينجم يربحك مبلغ قيمته 500 دينار يوميا على القناة الوطنية الثانية. احنا لهنا موجودين في نقطة خارجية باش نشوفوا شكون اللي مش يوصل بحذانا، ولا شكون اللي شق فتره وخرج والا مازال لبرا. احنا تو باش نتحركوا باش نمشيوا ونشوفوا شكون اللي قريب من فريق البرنامج يشارك معنا ويربح معنا المبلغ اللي قيمته 500 دينار، باش نشوفوا شكون عندنا لهنا، شكون جاب حذانا. صح شريبتك، يعطيك الصحه عيش خويا. عيش نخزر لهنا الكاميرا، مرحبا بيك. صح شريبتك وبيك عيش خويا. عيش صح شريبتكم جمله الكل. وين تسكن؟ تسكن لهنا قريب؟ اي بابا عايز زيتين نسكن. في بالك اللي انت مزهر ولا شغل اخويا؟ ربي عطينا الزهر الناس كلها اخويا، والله ما نكذبش عليك، انا زهرت وشفتوا الليله هذه ذول. الليله هذه عندك زهر على خاطر فريق البرنامج لهنا، انت وزهرك اختارك باش تشارك معنا، باش تختار من هنا سؤال. السؤال هذا ينجم يربحك مبلغ مالي مهم، تو بعد تعرف، اختار سؤال تحب عليه. اغرف كيما جاء. اغرف كيما جاء، خذ راحتك. مد. يا اخويا خلينا نشوف الزهر تو بالحق. اعطيني السؤال. هذا هي السؤال باش نشوفوا ساعة السؤال متاعك الخاص بحلقة اليوم من انت وزارك، سؤال صعيب ولا سهل؟ انا اللي قاعد نرى فيه توا سؤال سهل. باهي، السؤال تعرف شنو يقول؟ اجا بحذايا من هنا. السؤال يقول احنا توا قديش صمنا من نهار في رمضان؟ خوي صمنا 4 أيام في رمضان، من نهار 23 27 4 أيام. نحسبوه مع بعضنا؟ نحسبوه. بدينا بالخميس، نحسب خميس جمعة السبت أحد واليوم الاثنين، 5 أيام. 5 أيام. أه. معناتها الإجابة متاعك هي 5 أيام والإجابة صحيحة. 5 خميس علي، قلت لك عندي الزهر كان توا معك أنت. أنت اليوم عندك الزهر. اللهم صلي على النبي. تعرف المبلغ اللي ربحته قديش ولا؟ والله يا خويا اللي يعطيها ربي من عندكم مبروك. نحسبوه مع بعضنا؟ نحسبوه. 100. باهين؟ صلي على النبي. باين في رمضان يقضي وقضي. البركة يا ربي ورضاك. وكي نزيدوها 100؟ اللهم صلي على النبي، بركة من عند ربي. قداش يوليو؟ يوليو 200. وكي نزيدوهم 100؟ يمي ما خايدي 300 وثلاثة وعندي ثلاثة وأمهم. ونزيدوهم 200. اللهم صلي وسلم 500. 500. وهذوما قداش يجيو؟ المبلغ هذا قداش؟ هي 500,000 هذوما 500,000 مهداة من القناة الوطنية الثانية. ذكرنا باللسم. الله يعني بيه عصام الهمام يا خويا، وخمسة وخميس عليكم وبالقناة نتاعكم اللي قاعدة تدور على الزوار، اللهم صل على النبي. عصام الهمام كيفاه؟ وفيش بالاحمر بصفة عامة. عصام مبروك عليك، ربحت معنا المبلغ اللي قيمته 500 دينار مهدى من القناة الوطنية الثانية. حلقة اليوم ربحها معنا الثانية يا معلم، حتى قناة لكيف عمري ما ربحتني قناة، اللهم صل على النبي. اليوم انت وزارك ربحت معنا المبلغ اللي قيمته 500 دينار، مبروكين عليك. هكا مشاهدينا نوصل لختام حلقتنا لليوم من انت وزارك اللي كانت لهنا من النقطة الخارجية، تو نقعد مع بقية برامجنا على القناة الوطنية الثانية. إلى اللقاء.